غادي كنوصلوا للسوس، وهاد السوس نقله نوعيه في الطبيعه ديال المناطق على اساس انه ما هو جنوب سوس انا اعتبره نطاق مداري، هذاك تبع المنطقه المداريه. دائما في الاتجاه الشمال منطقه تنسيفت، والتنسيفت هو نهايه عبدة وبدايه الكوالا جديده وازمون في المصب ديال واد ام الربيع، نقله نوعيه كذلك في طبيعه البلاد. وصولا لواد ابي القرق ما بين الرباط وسلا، نقله نوعيه اخرى في طبيعه البلاد المناخيه والطبيعه بصفه عامه، منظومه طبيعيه. في السبوب دائما بنفس التصور بنفس المنطق، المصب ديال السبو كنغيروا منطقه متروكها في الخلف في الجنوب، وانا ندخل في نطاق اخر اللي هو يناسب الغرب. وعلى سبيل الضبط دائما عندما صب هذه الاوديه هناك بناءات تاريخيه خصوصا المناطق الشماليه توجد على الضفة اليسرى للمصب، أزمون كاين على اليسار ديال الوادي، لودايا بورغلاك على اليسار ديال الوادي، المهدية في السوق على اليسار ديال الوادي، العرايش على اليسار ديال الوادي، على العرايش هنايا راه الوادي. هذه هي الأشياء اللي هي متقاسمة المشترك ما بين هذه المحطات. والعريش هي اخر محطه اللي كتفصلنا بين ما يسمى بالريف الغربي او شبه جزيره طنجه والجنوب. اذا هذا هو السياق العام ديال هذا النقاش اللي طبعا تحت هذا العنوان، واللي انا الغرض منه هو تصنيف هذه المنطقه في اطار منظومه جهويه اللي كتنتمي للريف الغربي. طبعا هيئت كما قلت واحد المداخله اللي هي تحسيسيه، ولكن في نفس الوقت عندها واحد الطابع اكاديمي. مع الاسف يعني ما تنبهناش وما كنجبنا معنا هذاك البروجيكتور لا، ولكن شي باس ما كاين. انا باش لانه احنا قلالين ما كاينش هذاك، يمكن غير باش يبقى نفس الفيل كونديكتور يعني راس الرابط يبقى، وكلا ندير هذا نديرو هنايا او نطلب من الاستاذ يشوف واش كتبعوا كتشوفوا الاكرام. اذا دوز الاستاذ الى جلسه على خاطر. اول حاجه هي اسمح لي المداخله، نعم انت منطقه طنجه العريش، اذا عندي اللي هو طنجه العريش استجابه للموضوع، لانه من جهه طنجه تطوان العريش باش نبقاو في المنطقه. اذا طنجه العريش على هامش منظومه الريف الغربي، الريف الغربي هي منطقه قائمه بذاتها مستقله من حيث الاطار الطبيعي، عندها نفس المواصفات. ولكن في الاعتقاد ديالي انا كانسان اللي عندي عايش واحد الجيل اخر ديال الباحثين، الاعتقاد ديالي ان هذه المنطقه عندها مؤهلات طبيعيه متينه، عندها مؤهلات طبيعيه متينه. طبعا اعتمادا على معطيات مرتبطه بصور فضائيه، فيمكن الانسان ياخذ معلومات اللي هي جاهزه، كانت احيانا جاهزه ومعروفه ومتداوله على مستوى الخرائط، والخرائط يعني تطورت هنا في هذه المنطقه لانها كانت دائما مركز استقطاب للباحثين. وهذه المعطيات الان بالنسبه للصور الفضائيه يعني جات تاكد رصيد معرفي وتراكمات معرفيه استمرت يعني منذ اكاد اقول منذ القرن 18
على اساس انه غير المحطه ديال مناخ طنجه كانت في القنصليات وواحد العدد ديال المواقع من بين اقدم المحطات اللي فيها رصد مناخي في العالم كان اقول في العالم 1790 اذن هنا لاحظوا تدرج مستويات دفينه جنوب وشمال سهل الغرب. هنا في سهل الغرب كيف ان المستويات هي مستويات نازله، وابتداء من الغرب الاعلى لهوغا لالا زهراء لالا ميمونه تسوق الاربعه، الارض ترتفع تعلى. نستمر في هذا المنوال حتى هضبة الرمى وهضبة خميس الساحل، وهي العلم هذه منطقة شاخصة ومستوية. الحالة الاستثنائية هو الواد واللوكوس، هو حالة استثنائية لأنه مسار خطي، هو وادي ينزل من جنوب الغربي الشمال الشرقي وسط الهضبة، وتعود الوضعية إلى سابقتها أي حالة سهل الغرب. هنا منطقة تهدرت الأشياء والمظاهر الطبوغرافية تنزل. إذن هناك تدرج من الجنوب نحو الشمال على المستوى الطبوغرافي، كنكونوا في الغرب كنطلعوا حتى اللي كنعودوا للاصيله كنهبطوا عاوتاني وكنمشيو حتى طنجة براتيكمون حتى طنجة. إذن هذه معطيات رهينة ومرتبطة بوضعية تطورية معينة. أساس هذا التطور هو واد اللوكوس. لماذا واد اللوكوس؟ لأن واد لوكوس من الأودية الريفية نزل من الريف، واللي حملت جميع المكونات والمواد الرسوبية من الريف ووضعتها في أقدام الجبال، أقدام الجبال الغربية بالنسبة للريف هو المنطقة الساحلية. هناك توضعات كثيرة، وانتم البلاد عارفين المنطقة عارفين، هذه التوضعات هي توضعات أساسا حصوية من الحجر جارة. ثم توضعات رملية، وهي اللي أعطتنا هذه المواد الرملية، هذه المواد المنتشرة الرملية، مع فرح كبير هو أنه في المنطقة الرمل هنا في منطقة العريش تمتاز بمواد خشنة فيها خشونة، أحيانا عبارة عن مواد حصوية حجر، بينما في الشمال منطقة ديال الرقادة وديال خميس ساحل، ولكن اللي فوق خميس ساحل العوامل ماشي العوامل، في اليمن الحد الغربية الحد الغربية هناك مواد ماليشي رملية ولكن رمل دقيق وفيها واحد الاحمرار من نوع خاص. هذا ما يعتبر ما يسمى بنشر فيلا فرونشي، مواد فيلا فرونشي. هذه الفيلا فرونشية هي قاعدة الزمن الرابع اللي يفسرها البعض بظروف مدارية، هضر عليها الأستاذ دويلة، وضع مداري كان وصل لهنايا وعطانا واحد تحلل كثيف للحت، لمواد حتية هي اللي كتشكل ما يعرف بالسحنات النوميدية، بالجبال النوميدية من نمج جبل العالم فين كاين مولات، ومن نمج هذه الجبال اللي كاينه على امتداد المناطق الشماليه حتى الكاب سبارتن، هذه الجبال اللي هي مكونه اصلا من مواد تحتيه. اذا هذه المواد الجبال التحتيه تحللت نظرا للظروف المناخيه وقعت عليها، وهذه المواد اللي تحللت وقع السحب ديالها وانتشرت في اقدام الجبال حتى
حتى الساحل براتيكمون حتى الساحل الساحل في 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 اسيا. إذا محيط طنجة حاليا ومنطقة تهدرت نجد بها نظرا لهذاك التهدم انتشار المرجات والملاحات جراء تواتر محطة تعمق إرسال منذ الزمن الرابع والرابع الأوسط. طبعا اعتمادا على معطيات جيولوجية معينة تبين بأنه هذه العملية ديال النشر هي قديمة للمواد الوصولية متجددة للريف الأوسط إلى درجة أنه هناك من يقول بأنه واتسبو الذي هو الأصل في توسع أكثر الغرب حصل أسر واتسبو يعني واتسبو كان مفروض أنه ينزل جهة موليبوس الهام ما بين موليبوس الهام والعريش مفروض ولكن نظرا لظروف معينه جيولوجيه في بدايه الزمن الرابع تعرض له شي واحد ورجعوا ومشى هو من تحت. شنو قلنا عليه في المنطقه؟ بقى ذاك المواد الحصويه وذاك المواد النشر اللي هي سميكه بعشرات الامتار. الان الانسان العاقل ملي كيشوف هذيك المواد اللي على عشرات الامتار او اشكون اللي جاب لنا هذا الشيء في الطوب هاد الميدان هادو ما كافيينش دون الطاقة لحمولة من هذا الحجم. طبعا خريطة جيولوجية غير آليات وسائل الإثبات، خريطة جيولوجية ديال العرايش بمكوناتها إلى آخره. هنا في منطقة العرايش، العرايش تلاحظون أن العرايش هنا هو مثلث، المثلث وعنده طبيعة طبوغرافية مائلة من الجنوب نحو الشمال والطبقات الجيولوجية كذلك عند نفس الوتيرة من الميل حتى البحر. البحر كنشوفوا بأنه طبقات مائلة وهي في الحقيقة عند امتداد نحو الجنوب. العريش عالي على رقبة. هنا العريش عالي على ذاك الجبل. طبعا الحالة الأخرى اللي على سبيل المقارنة ما بين منطقة العريش ومنطقة أسيلة طنجة هذه قراءة أنا ما عرفتش شنو هو ردود الفعل ديال السكان المحليين والتقييم ديالهم للجهات الجهات اللي كاينه كيفاش كيشوفوا الجهه واش هذه تابعه لهنايا ولا هذه تابعه لهنايا كاينه كاين واحد الانسبور انسبور لوكال اللي ما وصلتش باش نستافد منه ما يكون. القراءه تقول بان ما هو شخص في منطقه العريش ما هو الرمل ما هو خمس ساحل ما هو يقابله شيء اخر في اتجاه الانخفاض هو تهدرت هو الحشف وهي مناطق سلبيه مناطق متهدده منخفضه يعني تكاد تكون في مستوى البحر مستوى البحر. هذه قراءه. طبعا هذا التمايل هو العنصر الاساسي في الاختلافات اللي كاينه على مستوى المنطقه إن على مستوى التدبير أو للتدخل أو للمشاريع الأشياء تختلف أصلا من جهة لأخرى. هذه مسائل مرتبطة بعمق البحر طبعا سأتجاوزها. هناك إمكانيات مرصودة بالنسبة للمنطقة ومؤهلات أساسية اللي هي مؤهلات مرتبطة بالمناطق الرطبة رطوبة الجو بمناخ إيجابي بمناخ
امكانيات استغلال طبعا اساسيه مرتبطه بهذه الظروف الطبيعيه، ان على مستوى الاتربه، ان على مستوى المياه والغابات، ان على مستوى الرصيد، الرصيد التاريخي او ما يعرف بالتراث اللامادي. طبيعه المنطقه من حيث انها منطقه مهوات مفتوحه، ماشي منطقه جبليه، لا، اما منطقه ساليه اما حيضه ضعيفه الانحدار، قليله الانحدار، جعلتها انها مناطق مفتوحه مهوات. وهذه الطبيعه شجعت الحضارات القديمه انها تستقر بيوسف، خصوصا ان امكانيات بعد النظر متوفره، بعد النظر من حيث ان بعد النظر طريقه فيزيائيه. البحاره الاغريق والرومان اللي كانوا يجيو، الشرط الاساسي هو ما يكونش غموض، والرؤيه بعيده، والرؤيه بعيده هي متوفره، مادام انه يمكن لك تكون في الساحل وكتشوف 5 كيلومتر 10 كيلومتر داخل. وهذا الشيء اللي حصل بالنسبه للعريش مستوى اقل، مادام انه استقر في ليكشوس، ولكن مستوى اكثر، يعني زعموا هذو اكثر لانهم مشاو لهين، ماشي الوليدي، لا لا هنا هنا غير هنا، لا هنا هنا، هذه كيسمي ليكسوس زيليس، زيليل 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 داخله، زيليل داخله ب 10 12 كيلومتر على البحر، ولكن كتحتفظ زيليل بالكون ديال انه الرؤيه واضحه. وكذلك الملاحه اللي كاينه في الجوانب ديال التهدات، الرؤيه واضحه. اذا الشرط الاساسي للاقامه ديال مستعمرات نقول مستوطنات، ما نعرفش ممكن يسموه الانسب، الرومانيه، هو شرط الامان، ثم الامكانيه ديال الامن وبعد الرؤيه. طبعا المنطقه على ضوء هذه المعطيات، مع ذلك تفتقد لمعطيات بحث دقيقه. معطيات بحث دقيقه حنا كنعرفوها، والاستاذ عبر عليها قبل، ان على مستوى المعطيات التاريخيه زيلي مازال مهمله، ليكسوس مازال مهمله، اشياء مرتبطه بالمناطق المحيطه والمجاوره كذلك مهمله، كاين ابحاث عموميه معرفه شامله، ولكن الاشياء بالدقه ديالها كاين نقص يجب ان نعترف. هناك معطيات حول التهضات، حول الرصيد، الثروه المائيه في المنطقه بصفه عامه. هنا عطفا على ما قلته قبل قليل، لاحظوا هنا سحنات في تكوينات الحد، كيف انها تتحلل وتعطي في الصخر الام، في الصخر الام في المناطق الجبليه، كيف تعطي مواد محمره، وهذه المواد سوف تنتقل هنا. نلاحظ، وهذه رحله كانت مع الغرباوي والاخوان المفاسين في 1996 في المنطقة ديال خميس ديال عرباوة، ولاحظوا المواد على عشرات الأمتار من السماء. أيوا هنا تأليف لصور فضائية، لصور جوية، عملية متعبة لصور جوية في منطقة تهدات. لاحظوا هنا الأودية كيف تنتشر من الجنوب ثم من الشمال، تصريف جميع الأحواض المائية جنوب طنجة في اتجاه تهدات. طبعا من خلال هذا تجميع الصور الفضائية يمكننا وصلوا بالدقة ديال المعرفة ببعض السحنات وبعض المواد اللي عندها بعد مجالي معين، وربطها، ربط بعضها
لاحظوا هنا بعض المقاطع للمنطقة منطقة أصيلة وتفسير لتضاريس هذه الجهة انطلاقا من دراسة موقعية للتضاريس. هذه منطقة الهرط جنوب طنجة طبعا. إذن هذا الحدس ديال الجبل عرفو، هنا منطقة الهرط والمواد المنتشرة لبن هو الحجر اللي كاين في الحرب. ثم التسطيح الذي تعرفه المنطقة في هوامش أصيلة، هذا رسم مجسم لمختلف المراحل لنشأة التضاريس الساحلية في المنطقة ولاحظوا طبعا من خلال هذه المعطيات كنلاحظوا ديلا فرانشي ونشر ديلا فرانشي ثم المحطة في الزمن الرابع. طبعا هذه توزيع المواد والسحنات مختلف الأشكال ديال التضاريسية على الهوامش ديال أصيلة. مواد النشر طبعا ثم في النهاية بعض الخلاصات التأليفية لمختلف المحطات.